شيء ما عدا ما تحتاجه الطبيعة لأصبحت حياته رخيصة كحياة الحيوان. أنت سيدة، ولو كانت رغبتك في الدفء هي كل ما وراء ملابسك الأنيقة هذه لما احتجت إلى تلك الثياب الهفافة التي لا تكاد تجلب لك شيئا من الدفء. أما عن الحاجة الصارفة، أيتها السماء أمنحيني الصبر، الصبر الذي أنا بحاجة إليه. أنت أيتها الآلهة، انظري إلي هنا رجل شيخ مسكين مفعم بالحزن كما هو مفعم بالسنين، رجل يائس بحزنه وشيخوخته. إذا كنت أنت التي تقلبين قلب هاتين البنتين ضد أبيهما، ولا تجعليني من الحمق بحيث أحتمل كل هذا صاغرا. أثيري في نفسي غضب الآباء، ولا تدعي قطرات الدموع التي هي سلاح النسوة تدنس مني وجدتي الرجل. لا لا أيتها الفولتان اللتان عدمتا كل إحساس، إني سأنتقم، سأنتقم منكم انتقاما يجعل الدنيا كلها. سأصنع أشياء لا أعرف كم الآن، ولكن ستكون من أفظع ما رآه العالم وأهواله. تظنان أنني سأبكي؟ لا لن أبكي، إن لدي كل سبب يدفعني إلى البكاء. ولكن هذا القلب سينفطر ويتحطم إلى 100,000 كسرة قبل أن أستسلم للدموع. يا بهلول، إنني سأفقد صوابي.